لا ما شاء الله. مرموش النهارده مكسر العالم، فوجود صلاح شويه مقلل، وجود زيزو كمان لعيب كبير طبعا ما فيش اثنين يختلفوا عليه، لكن شكل العلاقه ده ممكن ما اثر عليك شويه في المنتهى. شكل العلاقه بقى اللي بينك وبين زيزو عامله ازاي؟ الناس عايزه تعرف ده. والله خالص يا كابتن مفيش اي مشكله خالص. اصحاب بتكلموا بقى يا بص من فتره كبيره لا من فتره كبيره اتكلمنا وكنا بنتكلم مع بعض عادي بس وكده، بس عادي يعني مفيش اي حاجه بيني وبينه، احنا في الاخر زمايل واخوات وصحاب فمفيش اي حاجه في اطار خالص. المنافسه طبعا طبعا. مين طبعا. اقرب واحد ليك من لعيبه الزمالك يا حسين؟ فتوح. فتوح طبعا فتوح جاري واخويا وصاحبي. والله كنت متعاطف معاه في ازمته؟ طبعا طبعا يا كابتن. حاولت تزوره مثلا او طبعا كنت كلمته بصراحه. كلمته فتوح يعني من الشخصيات اللي جدعه قوي يا كابتن، ومحترم قوي وراجل قوي، فطبعا اللي حصل يعني ممكن يحصل لاي حد، وارد طبعا في الدنيا كلها، طبعا مش لازم طبعا لعيب كوره لاي حد، طبعا وبتحصل كتير يعني. نعم. بس في الاول والاخر انت المشكله اللي انت دايما لما بتبقى حد مثلا مشهور يعني، مش بيسموها هتكلم على بالانجليزي اون ذا سبوت يعني تحت انا بقول لك الاضواء. نعم بالظبط المشكله انت ما بيكون حد مش لازم حتى لعيب كوره، نعم بتبقى معروف ما بيحصل حاجه، فانت ما بتيجي تتكلم فالناس بتفتكرها حاجه تانية، والقصد بيبقى حاجه تانية مختلف. بس في الاول والاخر مش لازم تحمل، هو اصلا الانسان عامه بيبقى اصلا الضغط اللي جواه ممكن طبعا ينفجر، طبعا ممكن يحصل له اي طبعا حاجه الله اعلم، زي احمد طبعا. رفعت الله يرحمه، زي نعم كابتن ايهاب جلال الله يرحمه. طيب.